وحول هذه الزيارة ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض سعادة السيد حسن بوخماس عضو مجلس النواب. أرحب بك في نشرة الأخبار وأتحدث معك حول أهمية هذه الزيارة البرلمانية إلى المملكة العربية السعودية. مساكم الله بالخير جميعا. بداية حبيت أشكركم على هذه الاستضافة، هامش زيارتنا إلى الرياض برئاسة معالي رئيس مجلس النواب الأخ أحمد بن سلمان مسلم، وطبعا بدعوة من معالي رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله بن محمد إبراهيم آل الشيخ. طبعا من منطلق التعاون المستمر بين البرلمان ومجلس الشورى السعودي الذي يعكس مستوى العلاقات الأخوية والوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وطبعا في ظل الرعاية والاهتمام من جلالة الملك المعظم وأخي خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله والسعي نحو الارتقاء بالبلدين وترسيخ آفاق التعاون بما يعود إلى الشعبين الشقيقين. طبعا كما أود أن أؤكد تأكيد على أن هذه الزيارة تأتي في ظل جهود كبيرة ومخرجات هامة لمجلس التنسيق السعودي البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي وولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وتطابق وتكامل المواقف بين البلدين تجاه قضايا المنطقة والعمل نحو مزيد من التكامل وبحرص متبادل على المزيد من التنسيق والتعاون الذي يترجم ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من مستويات متقدمة والدفع لمسارات الشراكة والتعاون تحقيقا للأهداف والتطلعات المشتركة. وطبعا بلا شك أن المجلس التنسيقي يعزز بكل ما من شأنه خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية وطبعا والأقليمية والدولية والإنسانية، والجهود البارزة في ترسيخ هي مبادئ التسامح والتعايش السلمي والسعي الدوم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وطبعا وعلى صعيد يعني علاقات البلدين، فالعمل مستمر نحو تعزيز المجال الاقتصادي والاستثماري وأيضا الثقافي وغيرها من المجالات التي هي نتائج أعمال لجان المجلس التنسيقي. هذه طبعا ما حصل اليوم في اجتماعات اليوم في مع معالي رئيس مجلس النواب ومع معالي رئيس مجلس الشورى. نعم من الرياض سعادة السيد حسن بوخماس عضو مجلس النواب، كل الشكر لك.